وبهذه المناسبة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. نرحب بك معنا في نشرة الثالثة. وفي تجسيد لقيم التسامح والعفو جاءت هذه المبادرة من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لتعكس هذا النهج الإنساني، ولا شك بأن هذه المبادرة لها انعكاساتها على المجتمع ككل. ماذا يعكس هذا المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكوما؟ مساء الخير، وأنتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأن أشكركم على هذه الاستضافة. أود كذلك أن أسجل وقفة واجبة، هي وقفة إجلال وإكبار إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، القائد الحكيم والراعي الأول للطموحات الوطنية الرفيعة، سيدي صاحب الجلالة صاحب الرؤية الثاقبة والملهمة، ونرفع إلى جلالته أسمى آيات الولاء وعظيم الامتنان. وبالعودة إلى سؤالك، وكيف أقرأ هذا المرسوم الملكي بالعفو عن 457 محكوم؟ بكل أمانة، هذا الأمر يعد تجسيد واقعي للمبادئ وللقيم الإنسانية والحضارية النابعة من هذه الإرادة الملكية السامية. وهذا توجه ليس بغريب على مقام صاحب الجلالة، هو ملك الإنسانية وهو صاحب القلب الكبير. سيدي صاحب الجلالة باعتباره الحامي الأول للدين والوطن يعكس دائما ما تضمنه الدستور من مبادئ ترسخ دعائم الحق والعدالة وتحفظ أمن المجتمع واستقراره. صاحب الجلالة هو والد الجميع، وقد عودنا بأنه دائما ما يتلمس احتياجات وظروف شعبه باستمرار، ودائما ما يكون في هذه المبادرات نشر للتسامح وللمحبة وللخير لأبناء هذا الوطن. سيدي صاحب الجلالة كذلك علمنا أنه وفي كل فترة وجريا على عادة جلالته أن يتيح الفرصة لمن شملهم العفو لكي يندمجوا في المجتمع ويشاركوا في مسيرة البناء والتقدم، وذلك من خلال تفضل جلالته بالعفو. وهذه هي ديدنة المشروع الإصلاحي المستمر والذي تعبر البحرين من خلاله في كل يوم آفاق جديدة. هذا المشروع الذي أصبحت البحرين بكل أمانة وأمام جميع دول العالم أصبحت مثال يحتذى به، هي أيضا، وإذا أذنتوا لي في عجالة، هي أيضا فرصة للمفرج عنهم في أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا من جديد إلى عوامل يعني بناء، وإلى وأن يشاركوا في ازدهار مجتمعاتهم ووطنهم في هذا العهد الزاهر. هي فرصة لمن أخطأ بحق نفسه وبحق وطنه أن يصحح هذا الخطأ وأن يرجع عن هذا الخطأ وأن يعود إلى الطريق الصحيح، وأن يعني يعالج الآثار التي نتج عنها فعله الجرمي. البحرين طبعا أمانة في أعناقنا جميعا، وإحنا كذلك كمجتمع أعتقد يجب أن نعطي هؤلاء فرصة لكي يستطيعوا أن يندمجوا بسرعة في هذا المجتمع. أدام المولى عز وجل على البحرين في ظل العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة دائما الأفراح والمسرات، وأشكركم على هذه الاستضافة. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.